طيب بعد الـ R type instructions عندنا حاجة اسمها الـ I type instructions أو الـ immediate type instructions. مثال على كده مثلا حاجة زي اسمها الـ add immediate. أنا في الـ add العادية باخد register واجمعه على register وحط النتيجة في register. في الـ add immediate ممكن أعمل add immediate S0 T0 وخمسة مثلا، ماشي؟ فده corresponding مثلا لو عندي C++ هيبقى مثلا Z بيساوي X بلس 5 مثلا، فمش لازم أجمع اتنين variables على بعض، لا بجمع variable بلس constant. في الحالة دي الانستراكشن أنا مش محتاج ثلاثة ريجسترز، وفي نفس الوقت أنا محتاج مكان كبير أقدر أحط فيه constant، أقدر أحط فيه رقم باينري بحيث إن هو يتجمع كرقم باينري. عشان كده عندي الـ I type instruction لها الشكل ده. أنا عندي هنا الـ opcode برضه بيحدد لي أنا عندي أنهي instruction، عايز أعمل add immediate ولا مثلا or immediate ولا end immediate أو أي حاجة تانية، أو load word أو store word، دول برضه من أنواع الـ immediate instructions هنتكلم عنهم دلوقتي. وهنا الـ RS والـ RT. هنا الـ T ده بيكون هو الـ destination أو بيكون هو الـ target. يعني في الـ R type كان الـ RS والـ RT الاثنين دول sources، إنما في الـ I type ده هو source وده هو destination. يعني في الحقيقة ده كده دي الفورم العام بتاعها add immediate مثلا، هنا RT وهنا RS وهنا ده constant. طيب طبعا برضو بال RS ده بحط مكانه الخمسة بيتس اللي بيريبريزنت الادرس بتاع ال RS، ونفس الكلام الخمسة بيتس بيريبريزنت الادرس بتاع ال RT، والكونستنت ده بيتحط في ال 16 بيتس دول. فدي هي الاي تايم انستراكشنز. بس طبعا في هنا ملحوظه مهمه، ان عندي 16 بيتس بس اقدر احط فيهم الكونستنت، فانا ما اقدرش اطبع، ما اقدرش اجمع رقم كبير على تي 0. الماكسيمم نمبر اللي اقدر اجمعه لو انا شغال unsigned numbers هيكون 2 اس 1 2 اس 16 ناقص 1، صح؟ انا ممكن اخد تي 0 واجمع عليه 2 اس 16 ناقص 1 لو انا شغال unsigned. لو انا شغال signed برده هيبقى في الرينج بتاع 2 اس 15، علشان هيكون في عندي البيت الاخير هيكون نوعا ما هو الساين او الاشاره، فهيبقى عندي 16 بيتس منهم واحد مش معايا، فهيبقى عندي 15 بيتس يعني كماجنيتيود لاكبر رقم بوزيتيف او نيجاتيف اقدر اجمعه او اطرحه. طبعا هنا ممكن اجمع وممكن اطرح، ممكن احط رقم نيجاتيف ساعتها ممكن اطرح ابقى كاني بطرح، او احط رقم بوزيتيف ابقى كاني بجمع يعني. فده طبعا بيساعد، بس لو انا عايز اجمع رقم كونستنت اكبر من 16 بيتس مش هقدر اعمله بالانستراكشنز دي، وهضطر اتحايل، هعرف اتحايل واعرف اعمله بشكل تاني، بس هنشوف الكلام ده بعدين. بس بحيث المبدا لو هستخدم دي بشكل مباشر مش هينفع اجمع رقم اكبر من 2 اس 15 او في الحدود دي، في الرينج بتاع 2 اس 15 يعني. طيب فانا عندي شويه انستراكشن زي اد ايميديت زي اور ايميديت زي اند ايميديت، كلهم ماشيين بنفس الفورم ده. النوع الثاني المهم جدا جدا من الاي تايب انستراكشنز هما اثنين انستراكشنز اللي بيتعاملوا مع الميموري. عندي انستراكشن اسمها لود وورد وانستراكشن اسمها ستور وورد، بس علشان هما مهمين وفيهم كلام كتير هبدا اتكلم عنهم في الفيديو الجاي لوحدهم كده.